اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. مكملين مع حضراتكم خاطرة الفجر، وبفكر دايما حضراتكم بالنيتين الكبار اللي بناخدهم كل مرة، نية حضور مجلس العلم ونية اللهم صل على سيدنا النبي قيام الليل، قيام الليل وحضور مجلس العلم. وبفكر حضراتكم دايما باستمرار ان طلب العلم فريضة على كل مسلم، وان كل ما الانسان بيتعلم معلومة جديدة كل ما بتنور حتة مظلمة في حياته، مرة حتة مظلمة في العبادة كده مش قادر يجيب قلبه، فلما يعرف معلومة يدخل على الله في كامل الحضور. وبيبقى السر مش ان هو مش مقبل، هو في معلومة لو عارفها في كيفية استجلاب الخشوع، معلومة عن عظمة ربنا مثلا سبحانه وتعالى، بتبقى المعلومة دي المفتقدة دي بتبقى سبب ظلمة حتة في حياته، فلما يعرف المعلومة يبقى العلم نور. ومرة يعرف معلومة عن صفة معينة مثلا لو كان بيتعامل بيها بتنفر الناس، فلما يعرف المعلومة دي ويبدأ يبطل التعامل بهذه الصفة يفاجأ ان كل اللي حواليه صاروا اكثر انجذابا ليه. وسيدنا النبي وصى بكده، وصى ان الألفة احد مسؤوليات المؤمن انه يعملها، لما قال اقربكم مني مجلسا يوم القيامة احاسنكم اخلاقا الذين يألفون ويؤلفون. يألفون ويؤلفون، إذا كل واحد فينا عنده أحد أهداف حياته أن يعرف يصنع الألفة والمودة والأمان مع اللي حواليه، وأن دي أحد أكبر مقاييس الإيمان، بل أحد علامات قرب الإنسان أو بعده مجلسا من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. علشان كده بمناسبة الألفة أنا مكمل مع حضراتكم في كتاب جون جراي ما بعد المريخ والزهرة. قلت لحضراتكم امبارح أن جون جراي كان عنده كتاب سنة 92 اسمه الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، وبعدين من 92 ل 2018 26 سنة تقريبا بياخد خبرة أكتر في العلاقات، وبعدين في أول 2018 نزل الكتاب ده. الحقيقة من فحوى الكتاب مش في حتة معينة، من فحوى الكتاب كان بيأكد جون جراي على حاجة، وغيره على فكرة من علماء الاجتماع وعلماء دايما بيتكلموا في العلاقات، إن فكرة توفير بيئة آمنة للحوار والكلام والنقاش هي أكتر بيئة بينمو فيها الحب وبتستقر فيها العلاقات. في اتنين بيحبوا بعض جدا، لكن الإشكالية إن بيئة الحوار بينهم وبين بعض قاتلة للحب. بيئة النقاش بينهم وبين بعض ما بتخليناش نعرف نوصل مع بعض لحاجة عليها القيمة. بنبقى داخلين نتكلم في موضوع مهم جدا، موضوع إحنا الاتنين ممكن نكون متفقين على 80% منه، وده شيء طبيعي. واحد متجوز واحدة عندها 23 سنة وهو مثلا عنده 25 سنة، انتوا كل واحد فيكم تربى في بيئة مختلفة، فلو بتتناقشوا في موضوع بينكم وبين بعض 20% اختلافات انتوا كده متفقين، لكن لما نيجي نتكلم مع بعض ويبدأ ال 20% دي تبقى سبب للخناق، بس مش بسبب الخلاف، سبب ان بيئة الحوار وبيئة النقاش بيئة قاتلة للحب. وساعات كتير بيبقى في ناس مختلفين اختلافات كبيرة جدا، يبقوا 80% من الموضوع مش متفقين عليه، والاتنين شخصياتهم قوية، لكن هم استثمروا الشخصية القوية دي في خلق بيئة حنينة رحيمة للحوار. أنا مش عامل تليفوني سايلنت، لحظة واحدة يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا رسول الله. احنا اتفقنا ان احنا مع بعض كده بالبساطة خالص. هو مش عامل هو ومراته أو هو حتى وأصحابه هو وأهله مش عاملين بيئة آمنة للحوار وللحب، فبنخش مختلفين بنموت بعض في الكلام. وللأسف الشديد العلاقات بتتبني تراكمية. يعني إيه تراكمية؟ يعني اختلفنا وطلعنا من الحوار وإحنا ما حليناش الموضوع، بل ازددنا بعدا، فتحط الطوبة في الجفا بيننا وبين بعض. بكرة فشلنا في حوار تاني، تحط الطوبة في الجفا، لغاية سنة ورا سنة وشهر ورا شهر يحصل حالة من القناعة التراكمية كده ان انا مش سعيد، انا مش عارف اعبر عن نفسي، ان انا كتير بيبقى لي اراء ما باخدش مساحة ان انا اقولها، او لو بقولها بواجه بنوع من السخرية او الانتقاص اللي بيكسر ثقتي في نفسي،
لان انا بعرف قيمتي من عينك. يعني الراجل يعرف قيمته من عينين زوجته، والست تعرف قيمتها من بصة زوجها وتعليقاته، والشاب يعرف قيمته من بصة عينين ابوه وامه. يمكن ما بعد المريخ والزهرة بيتكلم على المتجوزين في العلاقات، لكن واضح ان البيئة الآمنة اللي بتنمو فيها العلاقات ويكبر فيها الحب دي في كل العلاقات. عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم في القرآن قال ان توفير بيئة نقية للحوار احد اهم المواثيق اللي اخذت على الامم. لان النهاردة ايه فايدة وجود الانسان؟ الانسان اسمه انسان حتى يأنس به الناس. انت اسم على مسمى، انت وجدت مش عشان تبقى وحش تهبش اللي قدامك، انت وجدت عشان لما تبقى قاعد في مكان انسان يأنس بيه من حوله. عشان كده سيدنا النبي قال لك يألفون ويؤلفون، صفات المؤمنين. فالنهارده لو انا ما بعرفش احسس اللي قدامي انه ليه قيمه وهو بيتكلم، واصلا الكلام ده اهم نشاط الانسان بيعمله، ما بعرفش اعبر عن نفسي الا بالكلام، او اكتر طريقه بعبر بيها عن نفسي الكلام. فالنهارده لو البيئه مش صحيه قاتله لثقتي في نفسي واحنا بنتكلم سبب رد الفعل اللي فيه سخريه او اهانه او انتقاص، ساعتها الانسان ايه لازم تقوله في الدنيا؟ لو اكتر ناس بيحبهم وبيحبوه لا يشعروا بالامان معاه. عشان كده ربنا قال في القرآن وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القرب واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة. شوف، أقيموا الصلاة جت بعد وقولوا للناس حسنا، وكأن الكلام الحسن الذي يشعر من أمامي أني مقدره وبوفر بيئة آمنة لأن الحوار يبقى جميل ونوصل لحاجة، حتى لو وصلنا في الآخر إن رأيي ممشيش، بس همشي رأيك وأنا حاسس بالأمان معاك، مش إن أنت قهرتني ولا إن أنت دست عليا ولا إن أنا ماليش مقام، بل بالعكس ده أنا من كتر ما البيئة جميلة في الحوار وحاسس بنظرات عينين حنينة وأنت مديني فرصة إن أنا أتكلم، وبعدين لما بقول حاجة ممكن ما تبقاش مظبوطة قوي ما بتمسكهاش عليا وتهدني وتهتني بيها، انا مستعد اوافق على رايك لان انا حاسس ان انا عايزك تبقى مبسوط، وحاسس ان انا عايز اطلع من الحوار يا اخي مش مهم الموضوع، المهم حبنا لبعض. عكس حاجه تانية بقى، عكس لما البني ادم يتقلب حواره لصراع من اجل البقاء في لحظه معينه كده لما تكون البيئه قاتله للحب، النفس بتيجي بعد ما كنا بنتكلم في توبيك بنبدا نتكلم في بقاء انفس. يعني ايه؟ احنا كنا بنتناقش في موضوع من كتر الاهانات اللي بسمعها او السخريه من وجهه نظري او مقاطعتي او احساسي ان انا ماليش راي في الموضوع ده، استحضرت بقائي، انا عايز ابين ان انا ليه راي. انا بفهم على فكره وانا من حقي اقول الكلام ده، فنسينا الموضوع وبقى حرب من اجل مين اللي رايه هيمشي. وهذا الاستدعاء بيجي معاه شيطان، شيطان الجفا وشيطان الفرقه. عشان كده الأزواج اللي حياتهم بتبقى جميلة وفيها سكون وطمأنينة هم اللي بيتفقوا وبيتكلموا في الموضوع ده وبيحطوا شوية قواعد لإيجاد بيئة صحية لنمو العلاقة والحب، مش بيئة قاتلة للحب. لأن صدقني العشرة بالتراكم، يا بنثق في العشرة إحنا بنعرف ندير حياتنا، يا كل شوية بتتكسر ثقتنا في العشرة. احنا مش عارفين نعيش مع بعض، احنا مش عارفين نتناقش، احنا مش عارفين نتكلم، احنا مش عارفين نربي العيال، احنا بنزعق في كل حاجة. المؤمنين عندهم هدف كبير قوي، الذين يألفون ويؤلفون. وده لو في ناس بتسمعني دلوقتي متجوزين حياتهم البيئة الحوار اللي ما بينهم قاتل للحب، لازم تقعدوا مع بعض النهاردة. لو مش قادرين عايزين تناموا عشان الفجر، اقعدوا النهارده مع بعض الصبح يا سيدي، اقعدوا اكتبوا كده ورقه وقلم، هو احنا بيئه الحوار بينا وبين بعض قاتله لكل جميل، ولا بنعرف نوصل في الاخر لحاجه؟ يعني نعرف على الاقل ما نطلعش خسرانين بعض. يا سيدي مين اللي رايه هيمشي؟ واحده واحده، يوم عليك ويوم عليا. لكن ما يبقاش كل موضوع بنتناقش فيه هو فاس بيكسر في جمال العلاقه. من ضمن الحاجات اللي عايز اختم بيها الموضوع ده، من ضمن الحاجات اللي شفتها في رحلة حياتي القصيرة سواء
غلطة كنت بعملها في مرحلة من مراحل حياتي أو شفتها مفسدة للبيوت، هي إن أثناء النقاش في حاجة إن الشخص يبقى عنده كلام مبطن. مبطن يعني إيه؟ يعني ظاهره حاجة وباطنه فيه خبث، وعينينا إحنا الاتنين فاهمين إن أنا بقول لك كلام معين، ما يتمسكش عليا، بس باطنه بفكرك بعيوبك، أخطائك السابقة اللي ممكن تكون أنت معترف بيها ووعدت إنك أنت مش هتكررها وفعلا ما كررتهاش، بس أنا محتاج أكسرك وإحنا بنتكلم، أفكرك بعيوب في شخصيتك مخلياك مش عارف تدير حياتك، عشان أقول لك أنت على فكرة أنت بتختلف معايا، أنت أصلا مش عارف تعمل حاجة في شغلك. طب إحنا بنتناقش على العيال دلوقتي، إيه اللي جاب سيرة مديري اللي زعق لي ولا خصم لي عشان غلطت غلطة معينة؟ إيه اللي جاب الموضوع ده؟ إيه اللي جاب سيرة أبوها اللي هي حكيت لك زمان انه كان بيهينها، فانت مسكت دي في كلام مبطن كده، اللي بيسموه العلماء عكس الشفافية. الشفافية ان الظاهر زي الباطن، لو عايز الوم في حاجة بلوم فيها بوضوح بحيث اللي قدامي يقدر يدافع عن نفسه وينتهي الموضوع، وغالبا الملامة ما بتجيش بخير. لكن الكلام اللي هو انت اتجرحت بس لما تيجي تفرده على الورق مش عارف تمسك عليه حاجة لانه مبطن كده، دي مش من صفات المؤمنين. المؤمن ظاهره زي باطنه. لو انتوا بتتكلموا النهاردة لقيتوا دي موجودة يبقوا شيلوها، وتكلمي معاه قولي له كده انا بحس ان كلامك فيه تكسير ليا، وانت قول له نفس الكلام، صدقني ساعتها هتقدروا تنشئوا بيئة ينمو فيها الخير، فنعرف نوصل لبر الامان واحنا بنتناقش. وحتى لو كلامك ما مشيش، بس على الأقل مش هتطلع متهان المرة الجاية، كلامك هيمشي ومش هيكسر الحوار ولا النقاش في علاقتكم ببعض. ولو انت ما نفذتيش وجهة نظرك هتبقي ماشية وانت مجبورة الخاطر، مش متضايقة، ايه المشكلة؟ حبيبي جوزي هو اللي كلامه مشي، والمهم نبقى مبسوطين مع بعض. البيئة الآمنة للحوار ليست البيئة القاتلة للحب. حبيت النهاردة ان انا اشارك مع حضراتكم، وعايز أقول كما قال صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يعني كل واحد بيسمعني النهاردة، واحدة ابدأ أنت، خيرهما عند الله اللي يبدأ بالمبادرة ويتخلق باسم الله الأول المبدئ. ابدأ أنت، لو في جفا في العلاقة وبيئة قاتلة ابدأ أنت، وقعد مراتك كده ولا قعدي جوزك وقول له احنا محتاجين نظبط الموضوع ده عشان نبدأ نشم ريحة الوردة، وردة الحب اللي ما بيننا، اللي كل شوية البيئة الغير صحية في الحوار والنقاش بتقتل الحب. خدت وقت الوقت كله، مش هلحق أرد على أسئلة النهاردة، بكرة إن شاء الله أرد على أسئلة أكتر. وصلي اللهم وسلم وبارك على راحم المساكين وشفيع المذنبين، والحمد لله رب العالمين. تصبحوا على خير، السلام عليكم.